يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاً له لمتابعة آلية التنسيق مع الحكومة الجديدة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني. ويعاود مجلس الأمناء خلال الاجتماع طرح تساؤلاتها على الحكومة وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال المرحلة السابقة. وفي هذا الإطار سيكون من أبرز التوصيات المطالب تنفيذها بشكل عاجل مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد. وسيلة التواصل الفعال ما بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة، واللي أنا بتشرف يعني إن أنا يعني أجمع ما بين يعني صفتي كعضو حكومة ومسؤول عن التواصل السياسي، وبطبيعة الحال التواصل السياسي هيبقى مطلوب منه التواصل الفعال مع مؤسسات الحوار الوطني وموضوعات الحوار الوطني. تعيين اللجنة التنسيقية اللي رئيس مجلس الوزراء شكلها لتفعيل توصيات الحوار الوطني المرحلة الأولى التي تضمنت 125 توصية. قدمنا توصيات ونود أن نبحث في اجتماع اليوم وسائل تفعيل هذه التوصيات. النهاردة أهم الموضوعات اللي تم مناقشتها مشروعات في منتهى الأهمية، ضرورة وجودها في الفترة اللي جاية، قوانين الانتخابات، الإدارة المحلية، الحبس الاحتياطي، دي حاجات إذا تمكننا منها يكون تطور مهم إن شاء الله.